أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع موضوع مونديال قطر، دروس وعبر. ما ربحته قطر؟ في لقاء سابق تحت عنوان ما ربحته قطر، سردت مجموعة من الأحداث مفادها فوز قطر بتنظيم كأس العالم، وفي سبيل ذلك خاضت معارك طاحنة، ولتنجح في التنظيم بذلت أقصى مجهود ممكن على مختلف الأصعدة، ووعدت فوفت وأوفت. ولكن ما هي العبر التي يمكن استخلاصها بعد أن استمعنا، بعد أن استمتعنا بهذا التنظيم؟ أولا، تنظيم متكامل رائع. فاجأت قطر العالم بمستوى الجودة في أدائها وإنجازها الذي بلغ حد الإعجاز، وقد نجحت على مختلف المستويات، واعتبر ما حققته أفضل نسخة من المونديال، بل إنها رفعت السقف عاليا، وأصبح يشاع أنها أتعبت من بعدها، وأنه لا أحد يقدر أن يتجاوز هذا المستوى من الإبداع والإبهار. ثانيا، على مستوى الإمكانيات، لا خلاف بين اثنين أن قطر دولة صغيرة المساحة، قليلة السكان، ولكن متى كانت تقاس الدول بكبار مساحتها وكثرة سكانها؟ لقد أظهرت قطر قدرات هائلة في إنجاز البنية التحتية برا وبحرا وجوا، فاستقبلت مئات الآلاف من البشر، فتم إيواؤهم وتنظيمهم وتوفير كل حاجياتهم، حتى إن رحلات الطائرات الوافدة والمغادرة في أوقات الذروة تجاوزت الآلاف على مستوى اليوم الواحد، وقد غادروا وكل منهم يقول شكرا قطر. ثالثا، على مستوى الشعب القطري، نموذج فريد في الترحيب وتقبل الآخر، وطينة عجيبة في كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقد اعتز الجميع بطيبوبته وأشادوا بأخلاقه الرفيعة، وتسلموا من هذا الشعب هدايا من العطور والبخور وتحف من التراث القطري الجميل، وما أصعب أن ترضي كل الأذواق وتفوز برضا كل الناس. رابعا، فيما يخص السلطة الحاكمة في دولة قطر، أظهرت ذكاء وحنكة نادرين، فجمعت بين المرونة والحزم، والناس على دين ملوكهم كما يقال. ومن حزمها ما رأيناه من تلك الغضبة التميمية قبل تسليم الكأس للأرجنتين، عندما نادى رئيس الفيفا رئيس فرنسا ليتقدم الصف وهم ذاهبون إلى منصة التتويج، فنهره الشيخ تميم ونبهه إلى أن البروتوكول المعتمد هو تقديم قائد البلد المستضيف، ولم يحرك بعدها ساكنا. خامسا، أنفقت قطر بدون شك أموالا طائلة من أجل نجاح هذا التنظيم، ولكنها جاءت من الثروة الوطنية لقطر، فهي لم تستدن ولم تطلب المساعدات. ومن جهة أخرى، كسبت بنية تحتية رفيعة في مختلف الميادين،
فهي لا تلام على ما فعلت. نعم معشر السادة والسيدات، الرابح الأول في هذه النسخة من المونديال هي قطر، وقد شرفت العرب فكانت لؤلؤتهم، وشرفت المسلمين فكانت المدافع عنهم، وشرفت العالم كذلك بدفاعها عن القيم النبيلة الأصيلة. ربحت حسن التنظيم، وربحت التنمية، وربحت التقدير والسمعة الطيبة، وذلك أسمى ما تسعى الدول المتغطرسة لفرضه على الناس بالحديد والنار. ولكن هيهات، فالتقدير لا ينتزع بالاحتقار وبالقوة. وأختم بتغريدة في تويتر وجه الدكتور طارق سويدان لقطر بمناسبة عيدها الوطني الذي صادف هذه السنة يوم اختتام المونديال، يقول فيها: تهنئة لقطر في يومها الوطني الذي يوافق إنجازها العالمي بتقديم صورة مشرفة لأمتنا دون التنازل عن القيم والهوية، فضربت بذلك القدوة والمثل. هذا التنظيم الذي تم دون خلل أو فوضى أو صدامات، وراءه عقول مبدعة وتخطيط عميق وتنفيذ دقيق وجهود مضنية لا بد من الإشادة بها. فخورون بقطر وإلى مزيد من التقدم والرفعة. انتهت هذه التغريدة. فشكرا قطر على كل شيء، وإلى لقاء آخر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.